بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام جمال الجزائر والجزائريات العايشين في الجزائر وفي الخارج. الجزائر في اللون الزولي الثاني الثانيين اللي عايشين تسمور اكو ذو الغربة. بونجور سالي تو لي جيريان جيريان كي في فالانجيريان اترونجي لا شرقية لا غربية. الثقافة الجزائرية الزول ولا نزول الزول ولا نزول. يا خوتي اليوم نهضر على زوج بلدان ونهضر على سياسة تاع واش صاري في بلادنا. نهضر على زوج بلدان سي ان اكزومبل ابروندر. علاه نديو مثل البلدان هادو المثل في الثقافة؟ يعني الثقافة مالغري لا ديفيرجونس كولتورال لا ديفيرجونس بوليتيك كلش، لكن بناو بلادهم. باش بناو بلادهم؟ بالبروغرام بوليتيك اي بروغرام سورتو من جي السياسة. كما قلت لكم السياسي اللي عنده أفكار جديدة يجيبها يطبقها كي يكون في الحكم. هذه هي. أشكو حنا في الجزائر متنين وشتنين ليومين هذا أشكو عندنا حقيقة سياسي؟ ما كاش. سي بور سا متنين وشتنين يومين هذا الشعب خرج كي الفولكان. فولكان خرج علاش؟ يطالب بالرحيل العصابة، لانهم عصابه ما جاوش باش يبنيو الجزائر ولا بروغرام بوليتي، جاو باش ينهبوا الجزائر امثال افنان والاراندي وكما قلت لكم حماس الى اخره. هادو كاع كيف كيف الراسه وحده، الراسه وحده وباباهم سيستم. ما نقولش انا سيستم وباباهم لي فوايو باسكو اون با دي سيستم اون با ديتا. هادي واحد ما هادي راي شخصي. المد بلاد لو سنغافور. لو سنغافور ديجا درت عليها فيديو عندها 2 ans. لو سنغافور سي تان بي سي تان اكزومبل ابروند. كيما قلت لكم علاش حنا ما نهضروش على الثقافه والاخر، نديو لي زيدي تاعهم برك لي زيدي بوزيتيف، ما نديوش لي زيدي نيجاتيف باسكو هما عندهم بليزيور ديانات، عندهم سي ريليجيون كريستيانيزم الاسلام الاخر لي بوديست، عندهم حتى احد الديانات تاعهم. يعني باش تشوفوا يا خاوتي لي لونغ سي لا ميم شوز. لي لونغ يهضروا كات لونغ ناسيونال، لونغلي الماندارين الماليان ونسيت واحد الاخر. شوفوا يا خاوتي حتى الميم ناسيون باسكو هي كانت تبع الماليزيا ومن بعد دات يعني ماليزيا خلاص كرهت كانت في الأزمة اقتصادية والأخرى خلاص قالت لهم ما نسحقهمش. ومن بعد جا البريزيدون تاعهم، البريزيدون تاعهم واش قال لشعبو؟ قال شمر على دراعك وخدم ما تشكيش خدم. احنا في السبعينات جا بريزيدون يهضر للشعب يقول له يا شعب ما تخدمش كاين الخير. هذا هو الديسكور تاعنا السياسيين تاع الجزائر. ومن بعد يجيو ناس يقول لك داروا ما داروا الى اخره. هذه اولا. ثانيا كما قلت لكم يهضروا كات لونغ والنيم تاعهم يعني القسم الوطني ولا واسمو هذيك تاع النشيد الوطني بالماليا يعني بالماليزيا بالماليزيا مالغري بالماليزيا. ما يجيش واحد يهضر لونغ يقول له علاش بلوخ، لا لا باسكو ترباو على هادشي على الناسيوناليزم. سي بور سا سنغافور دوك سمعوا مليح غير سنغافور ايروايز تدخل ملاير لسنغافور غير هادية هي الاولى مكلاس الاولى عالميا. وثانيا الباسبور سنغافوريا هو الاول في العالم براسك يدخل جميع البلدان. شوفوا الناس اللي تخمم بريزيدون كي يقول شعبو خدم ما حنا لا لا حنا ما تخدمش حنا الدستور يهدلك على الدستور ويعفس في الدستور. يجي واحد يقول لك دا هاو لي 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 نيجاتيف الناس اللي يجيبوا النيجاتيف وحنا حبينا بوزيتيفي لالجيري. شكون بوزيتيفي بالفلاسفه تاعنا امثال محنتظرو توجو نهضر عليهم محنتظرو مالك بن نبي واخر فيلسوف كسبته الجزائر هو محمد حموده بن سعيد. ونمد لكم دوزيام اكزومبل لرواندا. رواندا مالغري لا غير سيفيل اللي صرات الى اخره. شوفوا يا خاوتي الناس لي وبعض الاشخاص يقول لك نحل فرونسي دوك نولي الهاديه يهضروا كات لونغ يهضروا واحد الكاين يانان ولا وما حتى الاسم صعيب كات لونغ. عندهم ديانات عندهم زوج ولا ثلاثه. المينيست البريزيدون كاغامي 61 سنه في عمره. لو سنغافور حكمته مرة اللي تحكم في البلاد
مسلمة دوريجينان ديان 64 سنة في عمرها، و رواندا البريمي مينيست زايد في 73 73 ماشي في الخمسينات ولا الثلاثينات، في 73 زايد، يعني جون جون هم لي زيكزامبل ابروندر. لافريك دي سود كيف كيف لابارتايد لو مونديلا جا قال نديرو بلاد. شوفوا راهي لافريك دي سود لو برومي بي افريكا كلاشي اول اقتصاديين عسكريين كلش. وحنا في الجزائر الناس مازال ميركدونا، واحد يقول لك باسم القوميه، واحد كل واحد كيف يهضر. هذه لا ديفيرجونس مليحه، لكن لا ديفيرجونس باش تضرب الشيطا ماشي مليحه، باش تغير الشعب من وجهته ماشي مليحه. لان الامه الجزائريه اي تقول يون ديفيرونس انت لو بوبل اي لا ناسيون، الامه الجزائريه اي تقول رحيل العصابه، يعني مازال الناس ما رحلوش، لان العصابه مازالها يعني كيما الاخ علي بالحاج مازالو محاصر، كيما الخوا الحقوقيين مازالو محاصرين. بن نعوم خرج يعني الحمد لله، كاين بزاف لي مازالهم. يقول لك العصابه في الحبس، سبحان الله. إذن هادو مازال شكون هو يسير؟ إذن رأس العصابة مازالهم تنحاو كلش إلا حاجة، جامي توشاو العسكر، يعني القيادة العسكري. إذن استنتاج أن هما مالين اللي مازالهم. حنا كي نهضرو على العسكر ما نقولش أنا سيرجان كابورال و أجيدان شاف و كوموندون، ماشي على هادو، نهضر على الفوق. إذن مازالهم، لأن عنا بل الجزائر انقلاب عسكري في 64 63 64، ومن بعد جاء الأخر راحت غير هايتك غير هايتك. إذن استنتاج يا خوتي كما هم يديروا الأحرار الجزائر من تجرهم يقولوا احنا موحدين والحمد لله الجزائر موحدة، واحد ما يقدر يقسمنا، انا قبايني انا شاوي انا عربي انا صحراوي انا كلش فيا كلش. يجيش واحد يبلعطني بالكلمة كدا، لان الحاج محمد العنقة واش قال الله يرحمه، قال لك يخدعك غير بالحليف بسادة الاشراف، يجبد لك سادة الاشراف والله كدا تمنو كما شي حماس والنهضة كاع كيف كيف. ونجي هذه لجنة الحوار واش ما يقول كيف افوكات هذيك بن براهم شكون حطها تما، فهموني بركانا شكون حطها تما، هي كريم يونس شكون حطهم يبريزونت كي. ومن بعد يقول لك واحد لازم نتحاوروا، يا ما نتحاورش حتى يروحوا، كي يروحوا الشعب يوران فوت، شكون يجي يدي هادشي؟ سي بور سا قلنا حنا مقبل لازم دوك الأمة الجزائري واش دير، يعني العصيان المدني فيها فيها واش نورمالمو نهار الجمعة، كل نهار جمعة كل ولاية كل ولاية كل بلدية يرشحوا أشخاص، الأشخاص هادو يبريزونت لا كومين هاديك في الولاية، ومن بعد الولاية يسوران فوتو في الولاية، يعني لا ريجيون هادي كومبلي، ومن بعد من الولايه يطلعوا الناسيونال. شحال يبقاو؟ يبقاو 12 48 48 هادوك يسيروا البلاد، يسيروا المرحله الانتقاليه، انا نقول هكذا. وما يكونش واحد فيهم خدم معاهم كومبليتمون، ما كان نافلا نافلتان ما خدمش كاع معاهم، لان شفنا كيما قلت لكم دانيال، ما قلت لكم يافي دو ريفولوشن فريمون غير زوج في العالم اللي صرات زوج برك، الثوره الفرنسيه والثوره الايرانيه، اللي حب حب اللي كره كره، هذه حقيقه ما نهربوش من الواقع. الثوره الفرنسيه اللي كان لو روا لا مونارشي، نحاو كاع لا مونارشي هذيك الاداره كل
كلش راح، جابوا حاجه جديده. مانيش نشكر فيهم ولا باسكو، انا نقول لكم صراحه فرنسا، فرنسا كلب كلبه، ولي فرونسي سو سون دي شيان. عندي انا بيرسونيل هذا ما نقول، وما نتبعش انا لو سيستم فرونسي، هذه الاولى. باسكو هادو البلدان اللي سيتيتهم تبعوا لو سيستم المون ماشي سيستم فرونسي. حتى لونجليتير اللي يزوخوا عليها الناس راهم يتبعوا سيستم المون، سيستم المون بارتو هاديه معروفه. مالك بنا بيهضر عليها محنتظر تهضر عليها، هادي حقيقه، ماشي حنا خير منهم. ونقولوا نولي الهاديه العصابه دوق، كما قلت لكم يا خوتي الولايه يحطوا هام كاين بلدان سيتي كاول بلد لي يسيروا ست اشخاص هي سويسرا، ست اشخاص سي سون دي فيديرو، كل عام يتبدل واحد. واش معناتها؟ يحكم الرئاسه، والرئاسه تاعهم يخرج خطره في العام للخارج، خطره في العام. هذا ما كان، سمعتوني يا خاوتي، خطره في العام. حنا بريزيدون كل، علاش؟ باسكو هما الناس اللي يجيوهم. سي بور سا قلت لكم يا خاوتي اون برون دي زيكزامبل، اون برون حاجه بوزيتيف ما نديوهاش نيجاتيف. ما نهضروش عاد يقول لك داو لازم يشوفوا الجزائر تاع الغد، ما كان لا باديسيه لا نوفمبريه. وقول لي وشنو، فهمني واش معناتها باديسيه نوفمبريه، لازم يفهمونا. حنا قلنا الجزائر تاع الغد، والغد شكون يجيبو؟ الشباب مثقفين، مثقفين ليس كيميهوبي مثقف شاعر يهضر لي جوج كلمات في الاخر يقول لك مثقف. الثقافه تاعو اللي يعرفها تاع الجيب، هذيك يعرفها بنتو في قطر والاخر، كيما هم يهضروا عليها لي 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 زارتيست تاعنا الى اخره. يعني خلاص الشعب كراه. سي بور سا لي سوليسيون كاينين، مي ما تسمعوش نيمبورت كوا، سمعوا البروغرام تاع الانسان هذا، لو بروغرام واش راح يدير. باسكو كيما قلنا اون ا دي بوليتيسنا سي رار دافوار ان استراتيج، سي رار اي ان غروند ديفيرونس. نقول لكم يا خوتي اسمحوا لي، والسلام عليكم يا برشا ان شاء الله.